يا ريت كلهم بتوع. احنا مش عايزينهم يتدمروا احسن ننكشف ان هم يعمل معاهم هم الاثنين كده، محدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه معها، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه، بنقدم العزه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. ايه الموضوع اللي هنتكلم فيه النهارده؟ قضيه من اغرب ما يمكن، بنتين ولاد عمومة، يعني هي تبقى بنت عم دي والتانية بنت عمها. طيب الاتنين دول في سن واحد، والاتنين دول عايزين يعيشوا حياتهم براحتهم، فلوس، لبس، مكياج، موبايلات ايفون احدث موديل، يحبوا يخرجوا يتفسحوا، محدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه. الاب لما يخاف على بناته لا ده رجعي، الام لما تنصح بناتها لا ده جيل غير الجيل. ايه اللي حصل من البنتين اللي في سن مراهقة واللي عملوا فيلم كبير على اهاليهم علشان ياخدوا مبلغ كبير يتفسحوا ويشتروا موبايلات ويشتروا لبس وفي الاخر يتجوزوا اللي هم عايزينه؟ تعال نعرف ازاي تمت الجريمة وازاي اتعرفوا على شخص قدر ان هو يقنعهم ان هو يعمل معهم هم الاتنين كده وفي الاخر يتصل باهاليهم. لنعرف الوقائع بدعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازاحة الحل. منى وسامي الاتنين ولاد عمومة من منطقة اسمها المطرية في القاهرة، الاتنين في سن واحد ولاد عمومة، بيخرجوا ويطلعوا يتفسحوا مع بعض ويمشوا مع بعض، لكن عندهم بذرة للانحراف، عايزين يتعرفوا على شباب، عايزين يمشوا مع شباب، عايزين يجيبوا ايفون، عايزين يتمكيجوا، عايزين يسيبوا اللبس بتاعهم زي هم عايزين، يلبسوا بضيهات، يلبسوا بنطلونات مقطعه، يبينوا بطنهم، يبينوا صدرهم، محدش يقول لهم انتوا بتعملوا ايه في منطقه شعبيه والاب رافض والام رافضه، وفي الاخر اتعرفوا على اتنين من الشباب الصيع وعايزين يرتبطوا بيهم، فالشباب قال لهم احنا ما عندناش شقه وما عندناش فلوس. قعدوا يفكروا طب يجيبوا فلوس منين؟ البنت قالت انا ما اقدرش استغنى عنه، وبنت عمها قالت وانا ما اقدرش استغنى عن حبيبي، طب ابهاتكم مش موافقين نعمل ايه؟ الاب عشان يوافق محتاج ان الشاب يكون عنده شقه، والشقه لازم تكون مفروشه، وكل بنت قالت خلاص احنا نتصرف، هم معاهمش احنا مش هنضحي بحبنا. طب نعمل ايه؟ البنت اتفقت مع بنت عمها قالت لها ايه رايك؟ احنا نخلي واحد صاحبنا يرتب لنا شقه في شبرا ونستخبى فيها، ونخلي الشاب ده يتصل بس نبعد حبايبنا الاثنين الشباب دول عن القصة، احنا مش عايزينهم يتدمروا احسن ننكشف نهاريها ابوها، كل واحد منهم ابوها يقول لك يسجن، لكن احنا عايزين واحد بعيد عن حبايبنا عن الشابين اللي بيحبوهم، وما نقولش للشابين اللي بنحبهم كمان ان احنا هنعمل الفيلم ده كله. عشان شوف بقى البنت لما تكون بتضحي في نفسها، هي بوجهة نظرها هي تعمل المخاطرة دي، بس مش كل واحدة منهم مش هتقول لحبيبها، علشان لو الموضوع فشل القانون ما يضرش كل واحد من الشباب اللي بيحب البنت، فعايزين يخلوها بعيد عن اتنين الشباب خالص، بحيث ان كل واحده لو اتمسكت بعد كده مفيش اب يحبس بنته. فالبنات رسموها بذكاء، فاتفقوا مع واحد صاحبهم ياجر لهم شقه في شبرا الخيمه يستخبوا فيها، وبعد كده الشاب ده يتصل بابوهم يقول له كل اب منهم انا خاطب بنتك وعايز نص مليون جنيه عشان اطلق سراح. وطبعا دي بنت، يعني عرض، يعني شرف، يعني كل اب لو ما عندوش هيبيع هدومه عشان يستر لحمه ويلم عرضه. اي اب كده لو الابن يقولك يا عم ياخدوه، يعني هو كنت هاخد من وراها ايه، لكن البنت لا، البنت يعني العرض يعني الشرف، يعني ممكن يتعاير بيها ما ينفعش. فطبعا البنتين خرجوا مع بعضهم قدام اهاليهم نازلين يتفسح وراجعين، هوب اختفوا. الليل عدى، لا كل اب من دول هيتعفرت على بنته، بنتي راحت فين، والتاني يقول له بنتي راحت فين، لقيت ما جالهم تليفون واحد بيقول لهم انا في الخصوص من القليوبيه بعد اذنكم عايز من كل اب منكم نص مليون جنيه، بنتكم عندي وانا خاطفهم ومش هطلق سراحهم غير لما تدفعوا الفديه. طبعا كل بنت كانت متفقه ايه؟ هيدوا للراجل ده كل واحد 100,000 جنيه، كل بنت هيديله 100,000 جنيه، وكل بنت تاخد 400,000 جنيه تديها لحبيبها، عشان حبيبها ياخد الفلوس ويدخل على ابوها بصدر مفتوح عايز شقه، ادي 200,000 جنيه شوف الشقه اللي تعجبك، وادي 200 جنيه للفرش وانا مستعد للجواز. يعني من دقنه وفتله، البنت تاخد فلوس من ابوها وتديها لحبيبها، ويرجع حبيبها يديها لابوها عشان يجهز بنته ويجيب لها شقه. شفت البنات اللي في سن مراهقه 18 و19 سنه بيفكروا ازاي؟
شفت البنتين علشان يحموا الشابين دول ما دخلهمش في الموضوع، اختاروا صديق ليهم بعيد عن الاثنين اللي بيحبوهم ورسموا الخطة. لكن انت تريد وانا اريد ورب العرش يفعل ما يريد. مجرد ما واحد من الابهات دول من الاباء راح تقدم لقسم شرطة المطرية ببلاغ وقال يا جماعة في واحد اتصل بيا وقال انه خاطب بنتي، وادي اخويا التاني بنته برضو مخطوفة وهم الاتنين كانوا خارجين مع بعض وعايز من كل واحد نص مليون جنيه. هنا بقى كفاءة رجل الشرطة في قسم شرطة المطرية، فين الرقم اللي اتصل بيه؟ عن طريق طبعا الامكانيات الحديثة دلوقتي في وزارة الداخلية والتكنولوجيا المتقدمة جدا، قدروا يتوصلوا ان التليفون ده بتاع شخص اسمه محمد ساكن في منطقة في شبرا، والتحريات قدرت تتعرف عليه ويتوصلوا للشقة اللي فيها البنتين، ويقوموا بمهاجمة الشقة يلقوا البنتين واخدين راحتهم خالص قاعدين واكلين شاربين. فين الشاب اللي معاكم؟ قالوا احنا مش مخطوفين ولا حاجة، هي القصة كلها ان احنا اتفقنا مع واحد صديقنا يشوف شقة بتاعت اي واحدة من البنات اصدقائه ونقعد فيها لمدة اسبوع او اتنين لغاية ما كل اب منا من ابهاتنا يدفع نص مليون جنيه نقدر ان احنا ندفعهم للي بنحبهم علشان يقدر يجيبوا شقة ويفرشوها. شفت البنت ممكن تعمل في ابوها ايه؟ طب الاب هيتعامل على البنت دي ازاي؟ والبنت دي هتحط وشها في وش ابوها ازاي؟ لما 18 سنة وبتفكر الفكر ده نرجع نقول الام، الام لو كانت عرفت تربي بنتها صح ما كانتش البنت عملت كده. الام لو عرفت تخلي سرها مع بنتها وبنتها سرها معاها ما كانش حصل كده. لو في ثقة بين الام وبنتها ما كانش البنت عملت كده. كانت الام عرفت بنتها الصح والغلط من زمان. لكن هنقول ايه؟ هنقول ايه في ام انشغلت بالموبايل واب انشغل بلومة العيش؟ بس ما نقدرش نلوم الاب، لان الاب دوره ان هو يخرج ويكد ويشقى ويوفر لومة العيش لاولاده. لكن الام هي التربية، هي الاخلاق، هي الحكمة، هي النصيحة. اذا جاب دور الام ضاعت الابناء. الام هي كل شيء، هي عمود البيت. لو كان الاب بيتعب 10% فالام بتتعب 90%. الحمل كله على الست في البيت مش على الاب. الاب دوره يوفر ضروريات الحياة، لكن الام هي الحياة كلها. وبالتالي البنتين دول انا شايف ان المشكلة الكبيرة عندهم ان ما لقوش الام اللي تربي. البنت اللي تخطط وترسم وتتعرف على شباب وتجيب واحد صديقها وتقول له احجز لنا شفنا شقة من بتاعت صحباتك نقعد فيها، وتعمل الفيلم ده كله على مين؟ على اقرب واحد ليها واحب واحد ليها ابوها. لا، وتطلب كام؟ كل واحد تطلب نص مليون جنيه. وعشان ايه؟ يدوها للشباب اللي بيحبوهم اللي هم صيع وضيع ومش لاقين ياكلوا. يدي كل بنت تدي للولد نص مليون، خد ادفع المهر وهات الشقه وشوف ابويا طلباته ويعملها. طب انت يعني شايف ان ده صح؟ طب الولد ده لو اتجوزك مش بكره بعد يقول لك اللي سرقت ابوكي وجيتي لي؟ لكن اقول ايه؟ بنات صغيره في السن تنقصها الحكمه، تنقصها الـ 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 الام اللي تنصحها، وبالتالي حصلت ايه؟ المأساة اللي احنا فيها. ولولا يقظة رجل الشرطة في قسم شرطة المطرية كان زمان كل اب باع اللي وراه وقدامه عشان يفدي بنته. وفي الاخر عشان ايه؟ عشان اتنين شباب صايع. ياريت كل ام توعى، ياريت كل ام توعى وتنبه وتنصح وتخلي سر بنتها معاها. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.